قصتنا بتبدأ مع الطالب كين. كين منقول، وده كان أول يوم ليه في المدرسة الثانوية. وقتها حاول إنه يكون أصدقاء، لكن الطلبة افتكروه غلبان واتريقوا عليه. وفجأة واحد متنمر رمى صاروخ على الأرض وخلى كين يفتكر إن في ضرب نار، وأحرجه قدام المدرسة كلها. لكن فجأة كين شاف بنت اسمها جيلي وعرف إنها غيرهم. ده دومي اللي الطلبة بتخاف منه وبتحترمه لأنه قوي، وجيلي تبقى صديقته، ولو حد حاول يتكلم معاها بيمسكه يكسره. وفي الحصة تومي وباقي زمايله عملوا شغب في الفصل وضايقوا المدرسة عشان بس يضحكوا. ولما كين دخل الفصل الطلبة عملوه بطريقة مش كويسة لحد ما شاف جيمس، وده كان أول صديق ليه. وبعد ما الحصة خلصت جيمس بدأ يعرف كين على المدرسة لحد ما كين شاف جيلي وقرر يتكلم معاها لأنه معجب بيها. لكن لما عمل كده اتفاجئ إن تومي كان موجود وشافه وهجم عليه مع أصحابه، بس جيلي قالت له ما يضربهوش لأنه لسه جديد ودفعت عن كين. فتومي قال له لو حاولت تتكلم معاها من تاني هكسرك ضرب. بعد كده بتنتقل بين الأحداث لظابط اسمه بيلي. بيلي قلبه طيب وعنده قوة قتالية مدمرة مستحيل يستخدمها ضد الناس، ولكن لما شاف شخص مفتري بيضرب الأضعف منه قرر يقبض عليه. وبالصدفة الشخص ده طلع مقاتل محترف واسمه ليه. الاتنين شدوا مع بعض في القتال لحد ما فجأة اخو ليه اتخبط خبطة غير مقصودة من بيلي ومات. ومن اليوم ده بيلي فقد شغله في الشرطة وبقى يشتغل عامل نظافة في المدرسة. وقتها شاف تومي بيتعدى على كين ورا المدرسة ومسكه طحنه وسابه مرمي على الأرض. وهنا بيلي ساعده وعالجه من الكدمات وعرض عليه انه يتعلم الفنون القتالية لو عايز يدافع عن نفسه ضد اي حد يتعدى عليه. لكن كين كان متردد وخايف انه ياخد الخطوة دي وقال له معرفش بس هفكر. بعد كده لما تومي كان بيتدرب بنعرف ان ليه اللي اخوه مات بسبب بيلي هو مدربه. وقتها ليه كان بيختبر قوة واحد من الطلبة ومسكه طحنه وقال للباقي لو ما اتضربتوش بأقصى قوتهم هيحصل فيكم كده. وتاني يوم بالصدفة تومي شاف كين بيتكلم مع جيلي، وفي اللحظة دي قرر انه ينهي عليه تماما، لكن صحابه منعوه لانه كان في الحصة. وبعد ما الحصة خلصت كين اتفاجئ ان تومي وصحابه بيجروا وراه وعايزين يمسكوه، فطلع يجري منهم لحد ما دخل في مكان مقفول وما كانش فيه مخرج. ولسوء الحظ تومي وصله عشان يخلص عليه، لكن فجأة ظهر بيلي وبدأ يدافع عنه. ومن الاول تومي وصحابه افتكروا ان بيلي ضعيف عشان هو عامل نظافة ومش هيعرف يدافع عن نفسه، لكنهم اتفاجئوا انه قوي جدا ومسح بيهم الارض وبعدها اختفى. وبالصدفة مجموعة من الطلبة شافوا اللي حصل وافتكروا انه كين هو اللي ضرب تومي، فقالوا للمدرسة كلها ان كين ضرب تومي وصحابه لوحده. وتاني يوم كين اتفاجئ ان الطلاب كلهم احترموه وما بيشتموهوش زي كل يوم، وفي نفس الوقت ليه مدرب تومي وصله الخبر وقرر يعاقبه لانه ما خدش حقه وفضل يضرب فيه بالاقلام وقال له لازم تاخد حقك. وفعلا تاني يوم لما كين كان بيتمشى تومي وقف في طريقه ومسك نظارة صديقه جيمس كسرها عشان يخلي كل طلاب المدرسة يتجمعوا عليه ويشوفوه وهو بيكسر كين وبيرجع حقه. ولسوء الحظ ده حصل وكين معرفش يدافع عن نفسه لانه رفض يتعلم الفنون القتالية. وبعد ما اتضرب جيمس ساعده يتحرك عشان يوصله لبيلي ويطلب منه انه يتعلم فنون الدفاع عن النفس، فبيلي كان رافض في الاول لكنه وافق. ومن الاول قرر يدربه على الانضباط ويخليه يشتغل معاه عامل نظافة بعد المدرسة. وفي يوم بعد التدريب كين شاف تومي بيشتمه لكنه ما كانش مستعد انه يواجهه فمشي. بعد كده بنشوف كيت اللي صورت بيلي وخلت ليه يشوف الصورة، ولما ليه شافها كان عايز يخلص على بيلي بأي طريقة. وفي نفس الوقت كين بدأ يتعلم حركات في فنون القتال عشان يعرف يستخدمها ضد أي حد ويدافع عن نفسه. وكمان بيلي خلاه يمارس الرياضة عشان يزود من لياقته البدنية لأنها مهمة جدا. بعد فترة كين رجع يتكلم مع جيلي وما كانش خايف إن تومي يظهر ويضربه، لكن لما بالليل جه فجأة تومي ظهر ليه وقال له انا عرفت انك بتتعلم فنون الدفاع عن النفس، وريني بقى هتدافع عن نفسك ازاي. وهنا
كين اتفاداه وضربه ضربة تحت الحزام وطلع يجري. بعدها شاف كيت اللي ركب معاه العربية واخدته لنادي قتالات غير شرعية، وهناك عرضت عليه يشارك باسمها في القتالات مقابل 4000 دولار للمواجهة الواحدة. وقبل ما كين يرد شاف المدرب ليه وهو بيكسب خصمه بسهولة، وبعد ما شاف كده رفض عرض كيت وقال لها شكرا. ولما عرف بيلي باللي حصل معاه بيلي رفض وقال له الاحسن انك تبعد عن الناس دي لانهم هيضروك. تاني يوم بيلي بدأ يدرب كين من تاني عشان يخليه يوصل لأعلى مستوى من القوة، وجيمس صديقه انضم ليهم، والتلاتة اتدربوا كل يوم تدريبات شديدة جدا عشان يكتسبوا مهارة الدفاع عن النفس بشكل مستمر. لحد ما في يوم بيلي كلم صديقه الشرطي بعد ما عرف ان كيت منظمة قتالات غير شرعية، ولما حاول يدخل النادي اتورط مع رجالة ليه في قتال، وكمان كان في كاميرات صورته وهو بيضربهم وبيهرب من المكان. في اللحظة دي ليه قرر يبعت قتلة محترفين عشان يخلص على بيلي قبل ما تحصل اي مشاكل ليه. وفي نفس الوقت لما جيلي كانت داخلة السينما مع تومي قررت انها تنهي علاقتها بيه فجأة، وبعدها اتصلت على كين عشان يوصلها لان الدنيا كانت ليل. وفي الوقت ده بيلي اتفاجئ ان في تلاتة معاهم اسلحة طحموا غرفته وعايزين يقتلوه، ومن الاول بيلي حاول يتصدى ليهم لكنه اتصاب اصابة خطيرة وبدأ يجري منهم لحد ما ظهر مقاتل قوي وقف في طريقه عشان يخلص عليه. بس في الاخر بيلي استجمع قوته واستخدم مهارته العالية ضده لحد ما فجأة اتغدر من ظهره والطعن، وبعدها حاول انه يلاقي مساعدة على امل انه يعيش. تاني يوم كيت شافت كين وقالت له يتأكد ان بيلي بخير، وبعدها سابته ومشيت. وهنا كين بدأ يدور عليه لكن في الاخر معرفش حاجة غير انه اختفى. وفي يوم من الايام تومي كان بيضايق جيلي، ولما كين شافهم قرر يتدخل ويمنعه بعد ما بقى محترف فنون قتالية. وفي اللحظة دي الاتنين كانوا هيمسكوا في بعض بس عرفوا ان مدير المدرسة ممكن يرفضهم، فقرروا انهم يدخلوا قتال ضد بعض عشان كل اللي ما بينهم ينتهي. ومن اليوم ده الاتنين بدأوا يتدربوا عشان المواجهة ما بينهم، ولما كين كان بيتمرن لوحده من غير بيلي عرف ان التدريب كان صعب بس قرر انه يعتمد على نفسه ويستمر، لحد ما اخيرا القتال اتنظم وكل طلبة المدرسة حضروه. وقبل ما المواجهة تبدأ جيلي شجعت كين وقالت له لازم تكسب تومي. بعد كده الاتنين وقفوا قصاد بعض والقتال ما بينهم بدأ. في الأول كين قرر يتفادى لكل هجمات تومي عشان يرهقه ويرد عليه بهجوم مضاد، وفعلا الخطة نجحت وكين اتفوق عليه، لكن بعد لحظات تومي ضربه ضربة ممنوعة وخلاه يفقد تركيزه تماما لحد ما كين قرب من جيلي وجيمس عشان يهرب. لكن تومي في اللحظة دي قرر انه ينهي عليه تماما، وفجأة بيلي ظهر وكان بخير وبدأ انه يشجع كين عشان يسترجع تركيزه ويستخدم المهارات اللي اتعلمها في التدريب ويهزم تومي. وبالفعل كين فاق وخلص عليه برجل على الطاير، ولما كسب وكان بيحتفل ليه اتدخل وضربه من ظهره، فبيلي قرر انه يتدخل بنفسه عشان ينهي على ليه، لكنه اتفاجئ انه حصل العكس وليه طلع غشاش وبيستخدم ضربات ممنوعة في القتال، لحد ما فجأة ليه طلع الحزام ومسك بيلي كربجه بيه وخنقه. وفي اللحظة دي بيلي شاف الكل بيشجعه وبيهتف باسمه فقرر انه يفوق ويخلص على الغشاش ليه برجل على الطاير. وفي الاخر الشرطة وصلت وقبضت على كيت وليه، اما تومي وباقي زمايله فهما اعتذروا لبيلي وقالوا ليه ممكن نتدرب معاك. ودي كانت نهاية الفيلم. لو عجبك الملخص اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة، وشكرا.